تسامى طوبى للعبد إذا تنمى رمضان تجلى وابتسمى طوبى للعبد إذا تنمى فالخير وفير من صرما ينجي المأثوم من النار رمضان تجلى وابتسمى طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسمى طوبى للعبد إذا اغتنما فالخير وفير إن صرما ينجي المأثوم من النار ينجي المأثوم من النار. مع فرقة الدراويش وباليوم الأخير من شهر رمضان المبارك ومع بداية يوم عيد الفطر السعيد بدنا نتوجه لجميع مشاهدي تلفزيون مستقبل ولكل الشعب اللبناني والشعب العربي والجمهور الكريم الموجود معنا بوسط بيروت بساحة النجمة. منقلكم إن شاء الله عيد فطر سعيد للجميع، إن شاء الله هالعيد يحمل معه كل خير وبركة وسلام للوطن العربي ولبلدنا الحبيب لبنان. رفعناكم طيلة شهر رمضان المبارك مباشرة من وسط بيروت وجمهور حبيب، جمهور لبى الدعوة بكثافة إلى وسط العاصمة إلى ساحة النجمة إلى جانب البرلمان، هالوسط يلي كان عم بيعاني بسنواته الأخيرة من ركود وعدم وجود الناس فيه. حبينا طبعا نكون موجودين بساحة النجمة، وطبعا إتس إيفنت هالشركة اللي حبت كمان تقوم بمهرجان طويل خلال شهر رمضان المبارك استقطب عدد كتير كبير من الجمهور من كل المحافظات. تحية للشمال، تحية للجنوب، تحية للبقاع، تحية لجبل لبنان وتحية لبيروت وأهلا وسهلا فيكم. حلقتنا اليوم مثل ما وعدتكم من بداية شهر رمضان لليوم انه حلقة مخصصة للجمهور الموجود معنا بساحة النجمة. طبعا الكاميرا واللي بتعمل جولة بتشوفوا الجمهور الكبير الموجود معنا من كل المحافظات. بختام حلقتنا اليوم واحد بيناتكم جمهورنا الكريم رح يروح بالسيارة، واحد رح يربح سيارة رونو داستر موديل 2019، الثاني رح يربح كمان ATV ماركت اوديس 220 سي سي مقدمة من سريدار جروب، وواحد ايضا رح يربح ساعة قيمة من انتوني بونجا قيمتها 2800 دولار. رح تشاركوا كل المحافظات، رح خبر شوي هيك لتفهموا اللعبة أكثر. طبعا قبل الحلقة بشوي خبرت الجمهور الكريم الموجود معنا كيفية اللعبة. كل المحافظات رح تشارك بأكثر من مشترك، كل محافظة رح يكون في مشتركين. عنا ثلاث بوكالات، واحد نختار فيه المحافظة، مثلا محافظة بيروت اسمه للشخص ببلش بحرف الميم، عمره بين ال 15 وال 35 او بين ال 35 وال 55 او فوق ال 55، بيطلع لعنا على المسرح وبيتحدى مع شخصين ثانيين. واحد بينتقل للنهائي الحلقة، بيرجع بيتحدى الفائز بالجروب الثاني، بيتحدى الفائز بالجروب الثالث، وبالختام الثلاثة اللي بيبقوا طبعا بيربح واحد السيارة، واحد الاتيفي، وواحد الساعة. أما الخسرانين معنا اللي بيطلعوا على المسرح وما بيربحوا ما بيحلفهم الحظ بالأسئلة، أسئلة معلومات عامة، أسئلة فنية وأسئلة صعبة، وهون رجاء خاص من الجمهور ما تساعدون لأنه ممكن تعطون إجابة خاطئة وفي سيارة بتدق. الخسران اللي بيطلع على المسرح وبيخسر بيربح جوائز بقيمة 2500 دولار، عبارة عن ساعة، عن شوكولا، عن قصائم شرائية وغيرها بقيمة 2500 دولار. فإذا حلقة عامرة الليلة طبعا بمناسبة عيد الفطر السعيد، وأهلا وسهلا بالجمهور الكبير. بدنا نقلكم الليلة الساحة كلها أقوى، الساحة كلها بدكم تسهروا، بدكم تغنوا، بدكم تربحوا. ما قلكم إلا نزيع الساحة بحلقتنا الأخيرة مباشرة من وسط بيروت. قلنا بدنا نسهر، قلنا إيه، قلنا بدكم تربحوا، قلنا إيه، قلنا بدكم تغنوا، قلنا طب كيف بدنا نغني بدون ما يكون معنا ضيف عزيز على قلبنا وقت اللي زارنا أول مرة ببرنامج نزيع الساحة، طافت الدنيا، جاب الخير معه الفنان أنور الأمير. من لك أهلا وسهلا فيك حبيبي، ينعاد عليك. مساء الخير، مساء الخير مشي، ينعاد عليك ينعاد على الجميع يا رب. انور، من حوالي الاسبوعين انهار الطوفه العجيبه بوسط بيروت، كنا عاملين حلقه كثير حلوه
وكنا عم نجن وننط صح؟ للأسف. جنينا ونطينا وطافت الدنيا وصار في سيول. بس هلا ان شاء الله الليلة بوعدك انه نعمل سهرة كتير قوية وكتير حلوة اكيد بوجودك وبوجودكم كلكم. اكيد. وعد. اكيد انور والجمهور ناطر اليوم. انور رح تطلع علينا عدة طلات اليوم بالحلقة. اكيد. من بعد ما واحد يربح وينتقل للنهائي بتفوت انت بتهبرجع على الهواء. حاضرين. انور بس بالبداية اول شيء بدنا اقول لك ينعاد عليك. بدنا نرحب بالفرقة الموسيقية الموجودة معك ايضا. اهلا وسهلا بالشباب ويعطيكم الف عافية. انور نحن بعيد الفطر السعيد يعني ابتداء من بكره اول ايام عيد الفطر عاده الفنانين بيكونوا موجودين بحفلات بمناسبات وين راح يكون انور الامير؟ انا ان شاء الله باكثر من حفله راح كون السبت هون بهذا المكان. اوكي السبت يعني مهرجان كثير كبير من أوكي. تنظيم اكس ايفنت بعد بكره. اي بعد بكره بتمنى حضوركم كمان اكيد. ثانك يو. ورح كون بكلوب اسمه فاو هذا نايت كلوب اخذته جديد لالي بالجميزه رح كون متواجد فيه خميس جمعه سبت بس لانه عيد الفطر رح كون سبت واحد هدول سبيشل يعني. اوكي نحن بدنا نقول طبعا انه اليوم نحن حلقتنا الاخيره من برنامج نزيه على الساحه بس اتس ايفنت حبوا انه يكملوا بالمهرجان خلال متوشه الفوتبول وخلال رح يكون في يعني مناسبات ورح يكون في اشياء هيك حفلات كمان اضافيه ليضلوا يعني منشطين وسط بيروت فتحية لهم يعطيكم الف عافية أكيد تحية وطبعا لألون. بطلب من دولة الرئيس سعد الحريري اكيد يلي حب انه يعني وسط بيروت ترجع تنتعش وتكون موجودة على الساحة ايضا اكيد ان شاء الله يا رب. انور كمان هلا مهرجانات الصيف مقبلة قريبة قريبة رح جدا رح كون بين بتي كافيه علي وبالصيف رح يكون في عندي حفلات كتير حلوة وبالإضافة لعدة مناطق بلبنان بجنوب بشمال عندي مهرجانات كتير إن شاء الله نعلن عنها قريبا إن شاء الله. أكيد بنقلك دائما بالتوفيق أنوار وأغاني جديدة ما أغاني جديدة طبعاً. كمان أمتين طبعا سمعناكم آخر أغنية غنيتها هذيك المرة 7 مليار وقت طافت الدنيا 7 مليار وإن شاء الله حنصورها قريبا وإن شاء الله تنال إعجاب يا رب. أكيد أنوار أهلا وسهلا فيك كمان معنا اليوم حبيبي. بالبداية رح نبلش لأنه اليوم الحلقة مخصصة للجمهور الموجود معنا ومثل ما ذكرت إنه رح يكون في عنا شخص من الجمهور الموجود هون وبدي اقول ايضا انه يلي موجودين بالكفيات اذا طلعوا كمان من محافظة معينة واسمهم ببلش بحرف اللي بدنا نسحبه والعمر كمان فيهم يشاركوا معنا كمان كل الموجودين بالمقاهي والمطاعم بوسط بيروت فيكن على السريع تكونوا بس اكيد ضروري يكون معكن بطاقة الهوية او الباسبور او اي شيء بيعرف عنكن انه من اي محافظة حلو. ومن اي انور بما انه انت معنا رح بلش معك اول شيء باول محافظة ايه اول ساعة واخلط يا انور اخلط يا انور خلي يطلع اسمي قال اول محافظة لنشوف انور انا ما خصبي انور بيسحب اول محافظة لنشوف اي محافظة رح يشارك معنا اول شيء جنوب. محافظة الجنوب مين من الجنوب اوكي في عنا عدد كبير من الجنوب موجود معنا في حوالي يمكن شايف حوالي 15 شخص او يمكن اكتر هلأ منروح على اسمه ببلش بحرف ال هلأ شيء رح تاخد شوية وقت اللعبة بس يعني حرزان العملية ولا يكون في مصداقية اسمه ببلش بحرف ال مين من الجنوب واسمه ببلش بحرف ال الدال اسمه ببلش بحرف الدال مين ببلش بحرف الدال من الجنوب ببلش بحرف الدال ما في منسحب فاذا حدا تاني اذا من الجنوب بحرف تاني كمان لنشوف اسمه ببلش بحرف ال ازاي الذال الذال اذا الدال لا الذال رح تطلع نقلنا انور نقلنا شيء اسم هين اوكي ولو ما في حدا اسمه زينب مثلا زينب بالزين زينب. هي بالذال اوكي بالضاد ضاد في حدا بالضاد يلا منكمل منكمل طاهر طاهر منكمل اوكي يلا انور هي هي بقى ان شاء الله تخلص الحلقه نكون مربحين السياره حرف العين العين اوكي لحظه في شاب وفي مدام اوكي شاب ومدام لنشوف هلا شو بدنا نعمل منروح على العمر منروح على العمر عمره بين قد ايه وقد ايه لنشوف فاذا في صبيه وفي استاذ عمرهم بين فوق ال 56 سنة واو شكلهم من نفس العمر تقريبا هن حابين ثلاثة اصلا ما في غير بعد في اثنين يلا خلينا نشوف بعد واحد عمره بين ال 35 وال 55 طلعوا بنفس العمر طلعوا لعنا اثنيناتكم لنشوف مين عيد مولده قريب على اليوم اوكي فاذا بانتظار يوصلوا لعنا انور فيك هيك دندلك شي دندونة ايه يلا مش غلط لك انت انا رجعته لهودي اوكي لنسحب المحافظة الثانية
طبعا شيء صغير بس ايه لا انا ما عندي حل وسط يا بدنا نولع يا ما بدنا طب نسحب ثاني محافظه يلا بنولع اكيد بنولع بس خلينا نروح على ثاني محافظه محافظه جبل لبنان مين من جبل لبنان اوكي كمان ما شاء الله كثار والله كثار رح نروح على الحرف اي حرف واخلط يا يلا خلط يا ميشو يلا هلا رح اسحب انا اوكي مين من جبل لبنان واسمه يبلش بحرف ال بحرف ال حرف الح ح الاستاذ والمدام والمدام اوكي فاذا بنروح على العمر لنشوف العمر العمر عمره بين فوق 56 سنة فوق 56 مش موجود تمار شامل لا بين 18 وال 35 كمان كلكم 18 35 جيبوا تذاكركم وتعوا لعنا لنشوف مين اقرب عيد مولده سمعنا شيء انور بهالوقت لننقي ثالث محافظة اوكي بدي غني لكم اشتقت له لحبيبي اشتقت له يلا شباب Thank you.
قلبي من اطلاع عروق. مشاهدينا هسه الوقت نسحب المحافظة الثالثة، المشترك الثالث اكيد انور رح تبقى معنا. يلا ثالث محافظة لنشوف المحافظة الثالثة. ما كون رجعتهم انا. اوكي صار عنا جنوب وجبل لبنان ومحافظة شمال. الشمال مين من الشمال؟ اوكي اسم الله اسم الله. عجقة من الشمال ببلش اسمه بحرف ال. قائد فرقة، قائد فرقة توفيق. توفيق اسحب لنا وحدة. اوكي حرف ال. حرف الفي من الشمال وببلش اسمه بحرف الفي، في او لا؟ ما في من الفي. اوكي بعد وحده، بعد وحده. اوكي فاذا من الشمال وببلش اسمه بحرف الح كمان ما في بسرعه. يلا ما في بالح. شو اسمكم يا جماعه؟ يلا بحرف النون. في حدا بالنون من الشمال؟ مش ورا ورا في حدا؟ كلكم ولا وحده؟ من الشمال وبحرف النون. اوكي لحظه والعمر لنشوف العمر قد ايه. العمر بيكون لا في هون وفي ورا. فاذا من الشمال وحرف النون وعمره بين 18 وال 35. اوكي تفضلوا لعنا. ومين بيكون اقرب ل لا بتاريخ الولاده لليوم؟ اوكي هو اللي بيشترك معنا بالمحافظه الثالثه. فاذا صار في عنا اول مشتركين ممكن يربحوا السياره. رح نستقبلهم بعد البريك وطبعا الفنان انور الامير رح يبقى معنا. بريك بنرجع لكم. نزلي على الساحة خليكم معنا. نرجع لكم مشاهدينا مباشرة على الهواء طبعا بالحلقة الأخيرة من نازلين على الساحة اللي من خلالها واحد من الجمهور الكريم موجود معنا بوسط بيروت رح يربح اليوم سيارة بختام الحلقة. واحد رح يربح ATV، واحد رح يربح ساعة قيمة، وفي سبع أشخاص رح يربحوا كل واحد جايزة قيمتها 2500 دولار. طبعا الفنان انور الامير رح يكون معنا خلال الحلقة. وقبل الإعلان كنا سحبنا أول ثلاث محافظات، منشان هيك رح أقول تلقائيا محافظة بيروت ومحافظة جبل لبنان لبقاع تلقائيا بيكونوا داخلين معنا هلا بالجروب الثاني اللي رح يكون. اول شيء خلينا نتعرف على اول سحب اليوم كان معنا من الجنوب. اهلا وسهلا فيك. الاسم الكريم عمار دهشي. عمار دهشي. دهشي اهلا وسهلا فيك يا عمار. انت ومين موجود معنا هون؟ انا واصحابي. انت واصحابك. اهلا وسهلا يا عمار. من وين؟ من الجنوب. من صيدا. من صيدا. تحياتنا لاهل صيدا اكيد. وبنقول لك ينعاد عليك عمار. وعليك. هلا في عندك 10 اسئله. اوكي قد ايه بتجيب سكور فيهم؟ بدي ارجع اطلب من الجمهور انه ما تساعدوهم لانه في سياره بتدق يا جماعه. طبعا عمار رح يتحدى من جبل لبنان. الاسم حسن حسان. على الميكرو، على الميكرو. حسن حسان. حسن على حسان. حسن حسين. من وين؟ جبل. من انا. من انا. من انا من الجنوب. اهلا وسهلا فيك يا حسن. وينعاد عليك كمان. حسك شوي هيك موتر شوي حسن. ريح. مين معك؟ مين معك؟ وين اصحابه لحسن؟ صاحبي يعني. اوكي اهلا وسهلا بالشباب. ودموزيل من الشمال. نهاد الدايخ. نهاد الدايم من طرابلس. اهلا وسهلا فيك. وطبعا شباب التلفزيون شافوا بطاقاتهم تما نضيع وقت ونشوف التذاكر لانه كان في اثنين ثلاثه وشافوا مين تاريخ مولده اقرب شيء على اليوم. نهاد شفتكم عم بتصرخوا من ورا صح؟ مين معك؟ اخواتي. يا هلا يا هلا. اوه جايين بالفان من طرابلس. ايه على راسي. معقول هلا جايين بالفان ترجعوا بالسياره؟ اهلا وسهلا. فاذا بدنا نقول كمان انه اليوم هو بيصادف اليوم العالمي للتبرع بالدم، منشان هيك اليوم كمان شباب وصبايا الصليب الاحمر موجودين معنا بوسط بيروت لكل اللي حابين يتبرعوا بالدم كمان ولمساعده هالشباب والصبايا اللي حاطين طبعا حياتهم ووقتهم بتصرف الجميع بايام الحرب وبايام السلم. بنوجه لهم تحيه كثير كبيره، وتحيه كبيره ايضا لعناصر وضباط الجيش اللبناني الموجودين على حدود لبنان والقوى الامنيه اللي عم بيقوموا بحمايتنا وخاصه سريه مجلس النواب اللي عم بتكون الى جانب فريق عمل تلفزيون مستقبل. طيب يا جماعه عمار ونهاد وحسن واحد منكم عنده احتمال كثير كبير يربح سياره اليوم. اول شيء رح نعمل 10 اسئله بعشر اسئله بعشر اسئله. مين بيربح بيناتكم بينتقل على التصفيات النهائيه بختام الحلقه بيتحدى اثنين الفائزين، واللي بيخسروا لهم هون جوائز بقيمه 2500 دولار. اوكي رح نبدا مع عمار بعشر اسئله دقيقه واحده معك.
اللي ما بتعرفها قول باس، ورجاء خاص من الجمهور لو سمحتوا ما حدا يساعد. اوكي هالقطة بنبلش، عدنين جاهز عدنين، منقله ثلاثة اثنين واحد اوبا. بلشت الدقيقة. السؤال الاول، باي غنية بنسمع هالجملة انا يا حلوة من الجرد وفلاح ومش بيروتي؟ اذا ما في جواب فيك قول باس. باس باس. مين غنى الاغنية الشعبية هلا بالخميس؟ الفنان السوري معن برغوت او الفنان السوري معن خوري؟ معن خوري. اجابة خاطئة. السؤال الثالث، بول جيراغوسيان هو رسام لبناني شهير، صح ام خطأ؟ صح. صح اجابة صحيحة، يا رب بدك في عينه. صح اول اجابة صحيحة. السؤال الرابع، بلدة رشانة التي تحولت متحفا بجهود الاخوين بصبوص تقع في المتن الجنوبي للبنان، صح ام خطأ؟ خطأ. خطأ. اجابة صحيحة، هي طبعا بقضاء البترون، صاروا اثنين صح. سؤال خامس، محمية ارز الشوف جمعية لبنانية تعنى بكبار المسنين في الشوف، صح ام خطأ؟ خطأ. خطأ. اجابة صحيحة، هي محمية طبيعية لشجر الارز. السؤال السادس، صحح الخطأ في هذه الجملة، هين نفوسك ولا تهين فلوسك؟ هين فلوسك وما تهين نفوسك. إجابة صحيحة. السؤال السابع، تاجر البندقية هو اسم لمهرب سلاح وممنوعات جرى توقيفه مؤخرا في الإكوادور، صح أم خطأ؟ خطأ. خطأ. إجابة صحيحة، هو اسم رواية للكاتب ويليام شكسبير. سأل لك سبع أسئلة، عدد الإجابات الصحيحة خمسة. عمار منيحة، عم بتقرب على السيارة ما حدا بيعرف. اوكي عمار، فاذا عنده خمسة على عشرة بنروح لعند حسن. حسن يلي من جبل لبنان، من جبل لبنان ولا من جنوب؟ جبل لبنان. هي قانا. قانا مش جنوب؟ ايه بس احنا سحبنا جبل لبنان، كيف وصلت لعنا؟ جبل لبنان انا. جبل لبنان، محافظة جبل لبنان. اوكي خلينا بس نتأكد من التذكرة. اوكي محافظة جبل لبنان، قضاء بعبدة. اوكي حسن. اوكي مسجل. اوكي اهلا وسهلا فيك، بدنا اياك وين مسجل لنكون اكيدين. فاذا مظبوط جاهز على الدقيقة وعشر اسئلة. عمار جاب خمسة، لنشوف حسن قد ايه بده يجيب. خذ نفس. اوكي بنقول له حسن ثلاثة اثنين واحد اوبا. السؤال الاول، الجودو هي رياضة وفلسفة نشأت بالهند، صح ام خطأ؟ خطأ. خطأ. إجابة صحيحة، نشأت باليابان. سؤال الثاني، تتألف الولايات المتحدة الأمريكية من 60 ولاية، صح أم خطأ؟ خطأ. خطأ. إجابة صحيحة، هي 50 ولاية. سؤال الثالث، بماذا أجاب عبد الوهاب راقية إبراهيم إحدى مريضاته في فيلم رصاصة في القلب لما قالت له يا دكتور سنتي بتوجعني؟ باس. باس. سؤال الرابع، مين هو الفنان والرسام الشهير اللي قطع اذنه وكان بعمر 35 سنة؟ هل هو فينسنت فان جوغ او بيكاسو؟ بيكاسو. بيكاسو. اجابة خاطئة. سؤال الخامس، اي معلم بالاسكندرية يعتبر من عجائب الدنيا السبع؟ باس. 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 منارة الاسكندرية. السؤال السادس، مغنيتان لبنانيتان شهيرتان جدا غنتا ايام اللولو، مين هن؟ صباح. صباح و ميرا. صباح و شهيرة. اجابة خاطئة، وسميرة توفيق. سؤال السابع، صحيفة التايمز هي صحيفة امريكية او انجليزية؟ انجليزية. اجابة خاطئة، هي امريكية. سبع اسئلة، دو بكتير دو يا جماعة، بزيادة بزيادة. اوكي اثنين على خمسة، بس اكيد ما بتطلع خسران معنا، بس السيارة باي باي السيارة. اوكي بنروح لعند نهاد الداي من طرابلس، اهلا وسهلا فيك وتحياتنا لكل اهل طرابلس، ومعك مشجعين ما شاء الله، العيلة كلها من وجه لكم تحية. شو رح تربح السيارة نهاد؟ لنشوف كيف معلوماتك العامة نهاد. مش زيادة. او يلا يا نهاد، يلا يا نهاد. نهاد دقيقة وعشر اسئلة على الاوبا منبلش، ركز منيح، منقلها ثلاثة اثنين واحد اوبا. بلشنا. السؤال الاول، كم رجل للعنكبوت؟ اثنين ستة او ثمانية؟ ثمانية. ثمانية. اجابة صحيحة. السؤال الثاني، كم يزن كأس العالم اللي بده ينربح هلا قريبا بالفوتبول، قد ايه وزنه؟ كم كيلو؟ ثمانية. اجابة خاطئة، خمسة كيلو. السؤال الثالث، بالعام 1991 جرى التوقيع على اتفاق الطائف، صح ام خطأ؟ صح. خطأ، بال 1989. سؤال رابع، اكمل هذه الجملة من اغنية صباح،
الهوى شو قليل الذوق؟ باس. السؤال الخامس، مين ألف كتاب الأرواح المتمردة؟ جبران خليل جبران أو عصام العبد الله؟ جبران خليل. إجابة صحيحة. السؤال السادس، في أي قضاء تقع بلدة الزلوطية؟ في أي قضاء؟ بالجنوب. جنوب. إيه بس أي قضاء؟ أسرع نهاد. باس. قضاء صور. السؤال السابع، مين كان آخر ملوك فرنسا؟ لوي فيليب لو بروميي أو لوي فيليب لو ديرنيي؟ أول إجابة. أول إجابة لوي فيليب لو بروميي. إجابة صحيحة. السؤال الثامن، أكمل هذا المثل الشعبي اللبناني، يلي يلي بيعملك حمار البطو. البطو. إجابة صحيحة. ثمان أسئلة، عدد الإجابات الصحيحة 4. عمار تنتقل معنا إلى التصفيات النهائية، رح تتحدى بختام الحلقة 2 من الموجودين معنا هون، وممكن تربح. خلص أمنت، يا السيارة يا الاتيفي يا الساعة، واحدة منهم رح يكونوا إلك. زقفة لعمار. حسن تفضل لعندي. أول شيء حسن، ما بتطلع خسران، جوايزك قيمتهم بيوصلوا لل 2500 دولار. هيتك بتزبط عضلاتك ومع عضلاتك، بيطلع لك جيم، وبيطلع لك دعوات على العشاء وافطارات، بيطلع لك ساعة قيمة مقدمة من مجوهرات هيمو، اوكي، وبيطلع لك ايضا برفان بتزبط وضعك يا معلم، وكذا ماء الذهب او بتعطيها لصديقتك او اوكي. زقفة لحسن، شكرا لك. نهاد تفضلي كمان، اهلا وسهلا فيكي كمان نهاد. بنقول لك الف مبروك لك، اول شيء عضل وما عضل وكذا، اوكي، يعني العائلة الكريمة، اهلا وسهلا فيكم كمان. هيدي برفان ما برفان وكذا من ماء الذهب، وايضا ساعة قيمة من مجوهرات هيمو. اهلا وسهلا فيكي، وينعاد عليكي، وفطر سعيد لك ولكل اهل طرابلس وكل موجودين معنا. عمار صديقي تفضل معي. عمار شفت هيدي الكرسي؟ بدك تنطرنا هونيك لاخر الحلقة، اوكي. زقفة لعمار، رح يبقى معنا عمار لختام الحلقة. عمار ممكن يربح معنا السيارة، ممكن يربح الاتيفي، ممكن يربح الساعة، امن وحدة من الثلاثة، اوكي. عمار قبل شعورك، معقول تربح السيارة او لا؟ انا اول ما جيت قلت لهم بدي شارك يمكن اربح. جاي انت اول مرة بتجي لعنا ولا جيت قبل؟ اول مرة، ما قبل كنت اشتغل. اوكي، يعطيك العافية وينعاد عليك. وينعاد عليكم. ممكن كتير، شوفوا له صورته، ممكن كتير يربح السيارة. شكرا لك عمار، واهلا وسهلا فيك. مكملين احنا وياكم، بدنا نولعها من بعد ما عرفنا انه عمار رح ينتقل معنا للتصفيات. بنستقبل طبعا الفنان انور الامير والفرقة الموسيقية. انور تفضل. نمبر 3. اوكي، بدي اسمعك كيفو. بدو يسمعنا كيفو. كيفو مش عم شوفه. يلا نحن ويوم. كلنا سبعة تفضل. عم شوفه ولا عم بعرف كيف هي ظروفه، وينه تسلم لي عينه، ناس الغرام اللي بيني وبينه، تقل حاله علي كتير واشتقت له، اذا ما بيدق لي اليوم رح دق له، وبتقل حاله علي كتير واشتقت له، اذا ما بيدق لي اليوم مبني وعلى قلبي فات، عشق من كمه الكلمات. ميشو كيفو مش عم شوفو، كيف هي ظروفو، وينو تسلم لي عينو، ناس لحظة 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 لحظة، جنو 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 طلعن. مش هلا مش هلا، يلا
قد اشتقت له انا قلبي عايش حتى يدق له بلمسه وبصوته وبكل جنونه حبيبي بحبه تقل حاله علي كتير حلو كتير طب من الاول من الاول بليز كرمالي كيفو يا شو حيصير ميشو هون هون وينو سلم لي عينو ميشو ناس الغرام ولك جنو 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 دقله وبتقل حاله علي كتير واشتقت له إذا ما بيدقل اليوم ياي لك ولع نهري بهالحركات هو مني وعلى قلبي فات عشان من تمه الكلمات وكل حروف Thank you. ايوه انور ايوه انور يعطيك العافية انور خليك معي شوي خلينا نسحب هلا اخر قبل ما نطلع بريك رح نسحب اخر محافظتين يلا. كنا قلنا تلقائيا بيطلعوا معنا البقاع شمال لا شمال طلعوا معنا شمال وبيروت اوكي فاذا البقاع وبيروت اول شيء اسحب لنا يا البقاع يا بيروت هيدي اول وحده اوكي فاذا بيروت بيروت ما شاء الله ما شاء الله من بيروت لنشوف اسمه يبلش بحرف ال خلينا نروح عند حدا من الشباب يسحب لنا حدا جنن واخلط يا جنن اخلط يا جنن من بيروت اسمه ببلش بحرف ال اسمه ببلش بحرف ال الذال رجعنا على الذال في حدا بالذال ما في حدا اوكي جنن بعد وحده حرف ال الغين غ غدي غادة مين في غين بس لحظة مين غين مين غنوة لحظة المدام هون بعد في حدا مش حرف الغين من بيروت لحظة لحظة يا جماعة في حدا تاني منسحب العمر يلا منسحب العمر فاذا لنشوف العمر هلا اذا الستات ما حدا بيطلع ايه على العمر انور اسحب لنا العمر اوكي العمر فاذا بيروت حرف الغين 18 العمر بين 18 وال 35 في حدا بين 18 كمان بين 18 وغين وبيروت اتفضلوا لعنا هلا طبعا فريق العمل بشوف مين تاريخ ولادته اقرب على تاريخ اليوم بيبقى عنا المحافظة الاخيرة يلي هي محافظة البقاع هلا اسم الله عجب البقاع يلا كمان حرف جديد انور يلا يلا انور يلا انور اخلط يا انور كمان شو قصتهم هالاحرف؟ هالاحرف نحن عم نطلع حرف الخاء خالد خالدة خلود خلود خولة خولة خوخو خاء خوخة مين من اللي بقى حرف الخاء؟ خليل طيب لحظة لحظة اللي اسمه خاء يرفع ايده بس غيره يوطي ايده اللي اسمه خاء يرفع ايده في كمان بحرف الخاء منروح على العمر منروح على العمر والله طلع فيه بالخاء كتير منروح على العمر العمر واخلط يا ميشو اخلط يا ميشو العمر بين ال 36 وال 55 36 وال 55 وين بين حدا او لا طيب عم بيروحوا على عند مدير المسرح فاذا اللي بيوصل لعنده وتاريخ ولادته اقرب شيء على اليوم بشارك معنا فاذا انور رح نرجع نشوفك بعد البريك رح نكمل اي محافظه رح تشارك مع البقاع وبيروت بنلعب اللعبه بنرجع مستقبل انور بريك بنرجع لكم نازلين على الساحه ثانك يو <تصفيق>
نرجع لكم مشاهدينا لمتابعة حلقتنا، طبعا الحلقة الخاصة بعيد الفطر السعيد وبختام شهر رمضان المبارك وختام حلقاتنا نازلين على الساحة من وسط بيروت. تذكير مرة جديدة انه طبعا المهرجان مستمر بوسط بيروت حتى من بعد ما نوقف البرنامج. شركة اتس ايفنتس عاملة اشياء كتير لرواد المنطقة، من موسيقى، من اشياء للاطفال، من هدايا ايضا. انا بقول ان شاء الله بنهار السبت ب 16 حزيران رح اكون موجود بمهرجان مرجب عقلين، مهرجان صندوق الدنيا، كمان فيكم كمان تلاقونا هونيك ورح يكون معنا فنانين كبار. فاذا مكملين، قبل ما نتعرف على المشتركين معنا بدي اقول انه اليوم يوم التبرع العالمي بالدم. شباب وصبايا الصليب الاحمر موجودين معنا بوسط بيروت، كل اللي حابين يتبرعوا بالدم ويقدموا دم لاشخاص محتاجين من حوادث السير، من مشاكل صحيه، من اشياء ثانيه بيعتني فيهم الصليب الاحمر، فيكم تتبرعوا بالدم بستند الصليب الاحمر الموجود معنا بوسط بيروت. مره جديده تحيه لكل الجمهور الكريم الموجود معنا، اهلا وسهلا فيكم من القلب، بحييكم على متابعتكم لنا طيله الشهر الفضيل. اللي قاعدين بالمطاعم والمقاهي بخبركم انه فيكم كمان تشاركوا معنا اذا طلع اسمكم وتاريخ المحافظه وتاريخ الولاده وغيرها. وبدنا نصرخ صرخة هيك لبيروت، بنقول الساحة كلها إلك، الساحة كلها إلك. اسم الله عليكم. خلوني اسحب المحافظة الثالثة اللي بدها تشارك معكم من لبعه بيروت، لكانوا وصلوا لعنا بركي نتعرف عليكم، اوكي؟ خلينا نسحب المحافظة الثالثة. محافظة الجنوب للمرة الثانية، اوكي، من الجنوب بينوا عنا، خلينا نشوف اسمه ببلش بحرف اسمه ببلش بحرف واخلط يا ميشو، اخلط يا ميشو، اسمه ببلش بحرف الشين من الجنوب، بس اسمه شاهين، اسمه شربل، اسمه شوشو. في حدا شين من الجنوب؟ شادية. في حدا من الجنوب اسمه ببلش بحرف الشين؟ سيارة ناطرته يا جماعة، ما في. منروح على حرف تاني، حرف تاني، حرف الصاد. صباح، سونيا، صلاح. في من الجنوب بالصاد او لا؟ على اونو، على دوي، على تري، ما في. منروح على حرف جديد. شو القصة يا خي؟ شو اسمكم؟ يلا حرف جديد، حرف الزين، زينب، زوزو. من الجنوب بالزين ومن الجنوب كمان بحرف الزين وكمان هلا عشقت. اوكي رح نروح للعمر، رح نروح للعمر. من الجنوب اسمه ببلش بحرف الزين، اسم الله عاشقه، وعمر، عمر، العمر فوق ال 56. في حدا فوق ال 56؟ اوكي يلا ورقه ثانيه، ورقة تانية. من 18 لل 35، 18 لل 35، 1 2. اوكي تفضلوا عند مدير المسرح سامي وهو بيشوف البطاقة تبعكم وبيشوف مين الأقرب إلى تاريخ اليوم. بهالوقت بنتعرف على طبعا المشتركين معنا من بيروت بحرف الغين. غنى ناصر، تذكر لو سمحتي، طبعا عم بيشوفوها فريق العمل. غنى ناصر من محافظة بيروت، زقفة لبيروت. انت وين موجودة هون غنى؟ انا واخواتي. كيف حظك بالحياة؟ نص نص. هلا في سيارة ناطرتك، اوكي، معقول تربحيها؟ الله بيعلم. يلا اهلا وسهلا فيك، كمان نتعرف على اسم الكريم. خالد ياسين. خالد من وين؟ لبقع. من لبقع، انت ومين موجود معنا؟ انا وخطيبتي. انت وخطيبتك، وين الخطيبة؟ مرحبا خطيبة، وينها؟ فرجينا خطيبته، اهلا وسهلا فيكي، عم بتصورك كمان، صوري صوري بالكبير بح سياره كمان اليوم، اهلا وسهلا فيكم. لكانوا وصلوا لعنا وقررنا مين رح يتحدى غنى وخالد. بركي انور الامير بيولع لنا اياها شوي، الفنان انور الامير يلي قاعد وراء الكواليس، شو معقول نسمع منك يا انور؟ انور نسمع منك شيء، تفضل. يلا كلنا سوا مع انور، لكن طبعا وصلت لعنا وقررنا مين رح يتحدى غنى وخالد، بدنا منك هيك مقطع صغير و وبنعمل التحدي. يلا اوه طبعا طبعا. يا سنود اللبناني شدي معنا، عالدبكي وعالغني رجعنا رجعنا،
ونحنا صفينا الني الله معنا سبكتنا إنساني وعونة إخوان صوته مضحوح لا شك راجع راجع يتعمر راجع لبنان راجع متحلي أقدر أكتر راجع راجع يتعمر راجع لبنان راجع متحلي أقدر أكتر هلا يابا هلا يابا راجع لبنان أو هلا يابا هلا يابا راجع لبنان يلا يلا يا أهل الجنوب يلا رجعنا الساعد بالساعد مشبوك ملي مشبوك ملي مشينا مشية مارد يضحك للريح مشينا مشية مارد يضحك للريح طلتنا الكرم الواعد بعد تلاوي بشر الصيف الوارد موسم حرزان هلا يابا هلا يابا راجع لبنان هلا يابا ورا 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 عصوت عالي مع بعض راجع راجع لك راجع راجع يتعمر راجع لبنان او هلا يابا هلا يابا راجع لبنان هلا يابا هلا يابا راجع لبنان هلا يابا هلا يابا راجع لبنان راجع لبنان يا سعد لبنان شكرا لك اهلا وسهلا فيك دائما معنا اهلا وسهلا فيك وطبعا وصلت لعنا المشتركه من الجنوب واسمك ببلش بحرف ال على الميكرو لو سمحتوا دائما بحرف ال ز الزين شو الاسم الكريم زينب زينب اهلا وسهلا بزينب من وين من الجنوب النبطيه اهلا وسهلا فيك وتحياتنا لاهل النبطيه على فكره كان في كثير من الجنوب وبحرف الزين بقيتي انت وصلت لهون شو طلع تاريخ الولادة امتين شهر اربعة شهر اربعة قريب هوديك قدية طلعوا تسعة هي. تسعة وكذا زبطوا على الكالكولاتريس مش الحال طلعت انت اهلا وسهلا بزينب من الجنوب خالد من البقاع وغنى من بيروت رح يتحدوا بعضهم طبعا ب 30 سؤال كل شخص بيناتكم مثل ما شفتوا واحد منكم الليلة بده ينضم لصديقنا عمار عمار من الجنوب وصار عنده احتمال يربح يا سيارة يا اتفي يا ساعة قيمة هلأ واحد من بين زينب وخالد وغنى بينضم لعمار بختام الحلقة ممكن يربح سيارة شو زينب حسك عم تاخدي نفس وعم تدفخي كيف المعنويات تمام ماشي الحال خبرنا خالد شو بتعمل بالحياة بس لكن جبت لكم اسئلتكم لانه بعدنا على عجقة الغنى والمشتركين حلقتنا اليوم عامرة بعد ما حضرت لكم الاسئلة لا عم حضرهم بس ما طلعتهم خالد شو بتعمل بالحياة مهندس اتصالات مهندس اتصالات مهندس اهلا وسهلا فيكم وغنى بتشتغلي شيء لا مربية منزل اوكي اهلا وسهلا فيكم نحن رح نبلش اول شيء مع مين سحبنا اول شيء غنى من بيروت صح بعدين خالد بعدين زينب جاهزة يا غنى يعني. عندك عشر أسئلة بظرف دقيقة واحدة أوكي؟ أوكي المعنويات أوكي معلوماتك أوكي. العامة جيدة نص 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 على الأوبا ونبلش سولوا لي عدنان عدنان بدو أتشكروا لأنه 29 حلقة عدنان ميطق معنا في حلقة ربحته وقلت له ما تخليني شوف صورة وجهك ما أجا تاني يوم طافت الدنيا علينا قلت له دخيلك رجع رجع عدنان من قاله لعدنان يلا قول أوبا بلشنا يا غنى بدقيقة السؤال الأول بيقول لك أكملي هذا القول جهلة الختيار باس باس سؤال ثاني من هو كاتب سلسلة هاري بوتر الشهيرة البريطانية جوان رولينج أو الأمريكية نيكول كيدمان البريطانية البريطانية جوان رولينج إجابة صحيحة السؤال الثالث من التي غنت يا بو مرعي يا بو مرعي أنا سلمى بقول له هو شو قلتي فيروز إجابة خاطئة الفنانة جورجات صايغ السؤال الرابع الممثلة أنجلينا جولي ولدت في لوس أنجلوس عام 1975 صح أم خطأ؟ صح صح إجابة صحيحة السؤال الخامس بونا سيرا بالإيطالية ماذا تعني بالعربية؟ خطأ غنى بونا سيرا ما تردي على الجمهور بونا سيرا معناتها مساء الخير إجابة خاطئة السؤال السادس هنبع القائد قرطاجي
اجتاز القلب ووصل الى حدود نهر البو، صح ام خطا؟ صح. صح، اجابه صحيحه. السؤال السابع، في اي اغنيه تقول المطربه الكبيره نجاح سلام منسقيك فنجان قهوه منعمل لك دبوله؟ ميل يا غزيل. ميل يا غزيل، اجابه صحيحه. السؤال الثامن، من هو الممثل العربي الكبير الذي لعب دور الطبيب في الفيلم الشهير دكتور جيفاغو؟ انتهى الوقت، جواب بس. عمر الشريف. 8 أسئلة، عدد الإجابات الصحيحة 4 إجابات صحيحة لغنى. أوكي. هل رح تربح السيارة الليلة أو لا؟ هلأ بنشوف، بنروح عند خالد. شو يا خالد؟ كيف المعنويات؟ ماشي الحال. ماشي الحال. كنت بتعرف أسئلة من أسئلة غنى؟ بتجيب على أكثر على 4؟ أوكي. جاهز يا خالد؟ خالد، خالد بنقول لك 3 2 1. أوبا، بلشنا. السؤال الأول، أكمل هذه الأغنية لنصري شمس الدين، منتزاعل ومنرضى وبتضلك تعتبي، لا أنا كنت أتعب ولا أنت تتعبي، ولا أنت تتعبي. بدك تعلي صوتك والميكرو على تنكون أقرب. السؤال الثاني، من بنى قلعة أب الياس البقاعية المعروفة؟ الأمير فخر الدين المعني الكبير أو الأمير بشير؟ فخر الدين. إجابة صحيحة. السؤال الثالث، أين يقع مطار أورلي التي غنت عنه في ريال كريم؟ هيك تلاقينا بمطار أورلي، في فرنسا أو في إيطاليا؟ إيطاليا. إجابة خاطئة، بفرنسا مطار أورلي. السؤال الرابع، من غنى رقصت الحلوين على عودي؟ باس. باس، الفنان الكبير إلي شويري. السؤال الخامس، أكمل هذا القول، ما تقول فول يصير بالمكيول. إجابة صحيحة. السؤال السادس، ألكسندر دوما الكاتب الفرنسي الذي ترجمت أعماله إلى أكثر من لغة، هو من وضع كتاب لوكون دو مونت كريستو، صح أم خطأ؟ صح، إجابة صحيحة. سؤال السابع، مين هي ساندريلا الشاشة العربية؟ سعاد حسني. سعاد حسني، إجابة صحيحة. بنطلب من الجمهور ما تجاوبون لو سمحتوا، في سيارة بتدق. طرحنا عليك 7 أسئلة، عدد الإجابات الصحيحة يا غنى 5. خالد ممكن تنتقل للفينال لنشوف. هلا زينب من النبطية شو بدها تعمل؟ غنى اكيد مش هتطلعي خسرانة معنا، الك جوايز بتستلميهم بعد شوي. زينب على الميكرو، كيف الاوضاع؟ تمام. ماشي الحال؟ تمام. معقول تجيب اكثر من 5؟ حظ. رجاء خاص من الجمهور مرة جديدة، لو سمحتوا ما حدا يردن، في سيارة يا جماعة بدها. جاهزة زينب؟ جاهزة. يلا عدن. بلشنا. السؤال الأول، مين غنى جارنا الشاويش؟ جبران طوينة. إجابة خاطئة في ريال كريم، ما تردي على الجمهور. السؤال الثاني، شو هي عاصمة أفغانستان، كابول أو أستانا؟ كابول. كابول، إجابة صحيحة. السؤال الثالث، أكمل القول، الفاجر أكل مال تاجر، صح. سؤال رابع، من الكاتب المصري اللي حصل على جائزة نوبل للأداب؟ لو سمحتوا جمهورنا، لو سمحتوا. يلا زينب، في جواب او لا؟ نجيب محفوظ. نجيب محفوظ، اجابة صحيحة. السؤال الخامس، بأي بلد يقع مبنى الكولوسيو؟ روما. روما، ايطاليا، اجابة صحيحة. السؤال السادس، مين اخترع الديناميت، الفريد نوبل او اينشتاين؟ لو سمحتوا جمهور، رجاء خاص. زينب. اينشتاين. اينشتاين، اجابة خاطئة. بدك ترد علي، نرد. السؤال السابع، ما هو عدد الكواكب بالمجموعة الشمسية؟ 9. إجابة خاطئة، 8 كواكب. السؤال الثامن، مين اللي هربت خطيفة مع سعد الفران بسكتش المصالحة للرحابنة؟ انتهى الوقت، في جواب؟ باس. جورية، طرحنا عليك 8 أسئلة، عدد الإجابات الصحيحة 4 إجابات صحيحة. تلقائياً خالد، خالد بتنتقل معنا الى النهائي وعندك امكانية الفوز بسيارة. صار في عنا عمار من صيدا وخالد من البقاع، واحد بيناتهم يا سيارة يا اتفي يا ساعة قيمة. خالد تنضم لعمار، اهلا وسهلا فيك، نعطي تحية لخالد، شكرا لك واهلا وسهلا فيك. النهائي رح تكون معكم. اما الصبايا غنى تفضلي لو سمحتي، كمان متشكر حضورك معنا، تربحي معنا اول شيء كوبونات وكذا. اوكي، هيدي اول جائزة، ايضا ساعة قيمة من مجوهرات هيمو قيمتها $450،
وايضا عطورات من ماء الذهب. اهلا وسهلا فيكي وينعاد عليكي وشكرا لحضورك. زينب كمان تفضلي لعنا، منبلش من البرفان تظبيط الوضع. وين العيلة؟ على فكرة كمان قاعدين مع طرابلس ولا حدهم؟ لانه من طرابلس لا. كمان كانت هونيكي. لا كلنا سوا طرابلس وبيروت طبعا طبعا الكل مع بعضه، بس قصدي لانه من نفس المنطقة هون بوسط بيروت. كمان ساعة مقدمة من مجوهرات هيمو، وايضا بيطلع لي كوبونات عشيات واشتراكات وغيرها من الجوائز. اوكي شكرا لك زينب، ينعاد عليك وفطر سعيد. شكرا لزينب. مشاهدينا رح نطلع على بريك، قبل البريك رح اسحب محافظات جديدة، شو رأيكم؟ اوكي رح نسحب محافظتين ونترك واحدة لبعد الاعلان. اول محافظة منخلط منخلط لنشوف لنشوف. هلأ جنوب صار طالع مرتين، اوكي لنشوف مين رح يطلع لنا. فاذا محافظة الشمال، اوكي في كثير من الشمال، اهلا وسهلا فيكم. اسمه ببلش بحرف ال، اسمه ببلش بحرف ال هيدي شو هيك ولا هيك؟ حرف اللام، حرف اللام من الشمال. لاميا، لولو، ليلى، في حدا هون؟ خلينا نشوفها من الشمال وبحرف اللام. كم حدا فيه؟ مين من الشمال كمان ورا فيه؟ هونيك فيه، صاروا كتار. خلينا نشوف العمر، خلينا نشوف العمر، العمر لنشوف من 18 لل 35. فاذا من الشمال ببلش اسمه بحرف اللام من 18 لل 35، موجود هونيك. اوكي يتوجهوا عند مدير المسرح لعند سامي وبنشوف مين رح يطلع معنا. بنروح على المحافظة الثانية، المحافظة الثانية. فاذا طلع معنا من الشمال وهلا من البقاع. لحظة لحظة انا لو فيني طلعكم كلكم اهلا وسهلا. من البقاع لنشوف الحرف. اوكي هيدا الحرف اسم حرف ال، ان شاء الله لنشوف. يلا مين من البقاع واسمه ببلش بحرف الصاد؟ صاد من البقاع وبالصاد. سين. الصاد مين فيه بالصاد؟ في حدا او لا؟ طيب يلا بنرجع على حرف تاني. فاذا من البقاع وبحرف ال، وبحرف ال ي. يسرى، يمنى. حضرتك اذا في حدا غيرها للمدام يتوجه عند سامي لنشوف مين تاريخ ولادته اقرب لتاريخ اليوم. فاذا بنكون سحبنا الشمال والبقاع. بعد البريك بنسحب المحافظه الثالثه ليشاركوا معنا، والرابعه، لانه رح يكون في عنا بعد اربع مشتركين باخر بارتي. اوكي بينضموا لعمار وخالد واحد بيناتهم. بريك وبنرجع لكم، خليكم معنا. نرجع لكم مشاهدينا لمتابعة حلقتنا طبعا مع ضيفنا الفنان انور الامير والمشتركين اليوم واحد بيناتهم. صار في عنا عمار وخالد، صاروا انتقلوا الى التصفيات. واحد بيناتهم ممكن يربح سيارة، واحد بيناتهم ممكن يربح اتيفي، واحد ممكن يربح ساعة مقدمة من مجوهرات انتوني بونجا لساعات الفخرة والمجوهرات. انور نحن سحبنا هلا البقاع وسحبنا الشمال، خلينا نتعرف عليكم مدام من البقاع على الميكرو. يمنى الحاج حسين. يمنى الحاج حسين من وين؟ من الهرمل. من الهرمل، اهلا وسهلا فيك وتحياتنا لاهل الهرمل. حضرتك ثاقبت البقاع وحرف ال، الحرف ال يمنى طلع في 2 3 وصلت لهون. شفنا تاريخ الولاده، قد ايه طلع امتين تاريخ الولاده اقرب شيء؟ انا بال 81. لا مش الا مش الـ مش السنه الشهر ما في غيري طلعت حرف ال. بس انت طلعت بحرف ال، ما وصلنا لهالمرحله. اوكي رح تتحدي ليش عطرباي؟ ليش عطرباي من عكار؟ من عكار من الشمال، اهلا وسهلا فيك وتحياتنا لاهل عكار وعلى روسي. ليش انت ومين موجود هون؟ انا والشري رح يورا. انت والشري؟ وين الشري؟ شو محل ورا؟ مرحبا شري. اوكي بتعملها برمي بالسياره اذا ربحت اليوم. اوكي انور بدنا نسحب اخر محافظتين. اوكي لانه حيكون في عنا اربع مشتركين هلا، ليكون كل محافظه طلع لها شخصين. اوكي
تفضل انوار بيسحب لنا واخلط يا انوار. تفضل. انا بعد في اثنين يلي هن شو بعد في بعمل جبل لبنان وبيروت. اسم الله بيروت عجقة منيح. لنشوف هلا لنشوف مين رح يشارك ببيروت. حرف الزقة يمنى اسحبيلنا يمنى. يمنى رح تسحب الحرف. يمنى بتسحب الحرف بيطلع حرف الكاف. مين من بيروت بحرف الكاف؟ كمال. كمال. كريمة. كريم. كمين. كوكو. ايه ما في حدا من بيروت حرف الكاف. بيروت حرف الكاف. كاتيا. كارين. كريم. كميل. ما في حدا بالكاف؟ شو بنخلط؟ يلا ليشع واخلط يا ليشع. اخلط يا ليشع. اوكي حرف ال هيدا شو الدال. دال. حرف الدال. عبالك عبالك حرف الدال في عنا عجقة حرف الدال. اوكي لحظة بدنا نحلها. صار في كتير حرف الدال رح نروح للعمر. واخلط يا انوار. اخلط يلا لنشوف العمر. فاز بيروت حرف الدال عمره بين 36 سنة والخمسة وخمسين كمان. اوكي كل حدا من بيروت بحرف الدال بين 36 والخمسة وخمسين بيجوا عند مدير المسرح اسمه سامي مع تذكرتكم. والاقرب لعيد لتاريخ اليوم عيد ميلاده هو اللي بيكون معنا اليوم بالمشاركة. بيبقى عنا اخر محافظة يلي هي رح اسحبها انا يلي هي جبل لبنان. كمان من جبل لبنان عجقة رح نروح للاسم. اوكي مين من جبل لبنان اسمه ببلش بحرف الجيم. جان. جهاد. جوزيف. مين في بحرف الجيم من جبل لبنان؟ جوزيف على اونو على دوة على تري. جوزيف تفضل لعنا. من هون بتوصل عند سامي على مدير المسرح. هيانا اياها جوزيف. ما سحبنا لا العمر ولا كذا وهيك. فاذا ليشع رح يتنافس مع يمنى مع جوزيف من جبل لبنان ومع المدام او حدا من مين سحب لاخر شيء من بيروت. صح من بيروت. واحد بيناته رح ينضم لخالد ولعمار. انور الامير حبيب القلب اغانيك بتولع لنا اياها. بدك تولع ما ناطرين تولع. غني غني على الماشي ما بيمشي الحال معي. غني خمسة خمسة لازم خمسة غنية خمسة غنية على الماشي. لا خمسة خمسة. أنور المسرح ولك. أوكي يلا بدي عازف الطبل فضل اللي عندي لتحت لهون. عازف الإيقاع لتحت مع الجمهور بدنا نولع لهم إياه. ولع la 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 والشمس من نجمي بنص بيروت لبنان رح يرجع والحق ما بيموت والشمس رح تطلع زي السماء. يلا بابا شو عصابك شو بدها هيدي؟ لحظة على الحزار. شو بدها؟ جنوا نطوا جنوا نطوا جنوا نطوا 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 نطوا
مش دينك بحق لك وطنك دينك لو هالدنيا سألت دينك قلو وغط الشمس تبيش دينك بحق لك وطنك دينك صورنا هيك سألت مين يا ولدي عم لبنان وشعب لبنان ميشو 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 لعندي 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 إذا بتحبوني أنا وميشو بتقعدوا كلكم بتقعدوا كلكم بتصير كلنا سوا عدوا 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 زلوا 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 وطي روسيا لحظة شوي 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 لحظة جنو نطو جنو نطو جنو نطو 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 بعد ما صار عن حب ما فيه توب عن حب ما فيه توب أنا وميشو أهل الجنوب يلا عيدا في عنا حدا من الجبل من الجبل في حدا من الجبل أهل الجبل لحظة قرب تشوف أنا بطلع على الحدود ميشو بينزل من الحدود زقف كبير من قلبي لأهل الجبل والخمس حدود أهل بيروت أهل بيروت وين بيرتي ليك شو حيصير أميري والله أميري أميري والله أميري يا ريتك معنا يا سعد الحريري حتبعدني عنك لك لعمامي لعمامي ولا هالي أنور Thank you. بقى أكمل حلقة صرت عصرة خي ما فيني أنا ما فيني تحية للجمهور الكريم الموجود معنا أهلا وسهلا زافي لكم زافي لكم وأنور خصص كل المحافظات Thank you لك أنور شكرا لحضورك وأهلا وسهلا فيك أكيد رح تكون معنا كمان خلال الحلقة بس شوية رياحة نفس اوكي مدام نتعرف عليك الاسم الكريم دانيا حتاحت دانيا جمهور ما في تليفون اليوم في لقيته تليفون على الارض في تليفون ضايع اذا حدا مضيع تليفونه بتعطيه للشباب شكرا لك شكرا اوكي الاسم دانيا حتاحت دانيا حتاحت تاريخ الولادة بتوجهنا 76 محافظة بيروت وبحرف الدال وأهلا وسهلا فيك ميرسي كلها انتو مين موجودة انا واختي وولادي ولاد اختي وين اختها وين اختها هونيك هونيك وين اختها لبنانية اللي عم تصور هي دي أهلا هي دي مصرية الله وانت بتتكلم المصرية بتاع كله أيوة عاملة ايه بقى يا حبيبتي ازيك بقى يا دانا دانا مع ميشو يا هلا يا دانا عاملة ايه فطر صعيد بقى يا دانا أهلا وسهلا فيك ميرسي جوزيف كمان أهلا وسهلا فيك جوزيف عيد من البوسنية جوزيف عيد تاريخ الولادة اوكي من جبل لبنان من وين بوشري من البوشري من جبل لبنان اهلا وسهلا بجوزيف بس بدها هيك تظبط الكرسي شوي هيك جوزيف انت ومين موجود على فكره انت ما عذبتني جبل لبنان بحرف الجيم طلع ابو الزوز ابو الجوج
انا مدامتي ورفقتها. وين مدام؟ مرحبا مدام، مرحبا اخواتها، اهلا وسهلا فيكم. يا هلا وينعاد على الجميع. واحد بين جوزيف ودانا ويمنى وليشع، واحد بيناتكم رح ينضم لعمار ولخالد في إمكانية الفوز بالسيارة رونو داستر موديل 2019 أو أتيفي ماركة أوديس مقدمة من سريدار جروب أو ساعة قيمة من مجوهرات أنتوني بونجا. اللي بيخسر ما بيطلع طبعا خسران، بيطلع له جوائز بتوصل قيمتهم ل 2500 دولار. أوكي؟ طيب بنطلع بريك ومن بعد البريك بنبلش بالأسئلة. أوكي، بهالوقت هيك شوي موسيقى لنشف عرقنا ولنقول إنه السيارة اللي عم بتشوفوها على الشاشة هي هاي السيارة اللي رح تنربح، موجودة معنا بوسط بيروت. اللي بيربح اليوم بيستلم المفتاح مباشرة، والثاني بيربح الاتيفي، والثالث بيربح الساعة مقدمة من أنتوني بونجا. جوزيف خبرني كيف حظك بالحياة؟ تقطع اللوتو بتربح؟ أنا محظوظ بالحياة. محظوظ بالحياة. نعم. ربحان مرات أشياء ثانية؟ إيه أكيد. أوكي. بشو؟ يعني مثل ماني بصير اربح المليون عندي. عندك معلومات كمان. يعني هلا حظك بده يكون قوي. اهلا وسهلا فيك جوزيف. دانا ربحاني شي مره بحياتك بشي مسابقه بشي؟ مجرد ما طلعت معك يعني حظي حلو. خلص اعطوها السياره. اوكي يلا المفتاح. دانا مبروك، حظك حلو ربحت السياره. اهلا وسهلا فيك، ان شاء الله بتربحي. يمنى كيف حظك بالحياه؟ مش زياده. ربحاني شي مره قبل او لا؟ ليشع بالمر. طيب خلص ما تشترك، شكرا لك. اهلا وسهلا فيكم جوزيف دانا يمنى وليشا. اوكي رح نبدا من عند ليشا، اول واحد طلع لعنا صح. خلينا نشوف اذا في عنا مزبوط اربع اسئله. اوكي فاذا هودا هن جاهزين. اوكي بنبدا معك ليشا بدقيقه 10 اسئله. مره جديده بدي اطلب من الجمهور الكريم لو سمحتوا في سياره بدق. اوكي مرات عم تعطون اجوبه خاطئه، مرات عم تعطون اجوبه صحيحه. اذا اعطيتون جواب صحيح مش منيحه بحق التانيين، واذا اعطيتون جواب غلط عم بتورطون بجواب غلط. ليشع جاهز؟ بنقول له ليشع 3 2 1. هوبا بلشنا. السؤال الاول، باي اغنيه جمله دلوا علي الناس حبيب بدو القمر لسيدي فيروز او ميل يا غزيل لنجاح سلام؟ حبيبة القمر. حبيبي بدو القمر اجابه صحيحه. السؤال الثاني، اكمل القول، مفتاح البطن لقمه ومفتاح الشر نقمه. غلط كلمه. السؤال الثالث، كاتبه لبنانيه شهيره من رواياتها طيور ايلول، اذا ما في جواب فيك تقول باس. اميلي نصر الله. السؤال الرابع، ما عاصمه اثيوبيا؟ باس. سؤال خامس، هي اديس ابابا. سؤال خامس، على اي بحر تطل مدينة سوتشي الروسية؟ على اي بحر؟ البحر الاسود. ايوه اجابة صحيحة، على البحر الاسود. السؤال السادس، مين بنى حدائق بابل المعلقة، نبوخذ نصر او نابليون بونابارت؟ نبوخذ نصر. اجابة صحيحة. السؤال السابع، ما هي اقدم عملة في العالم ما زالت مستخدمة حتى الان؟ باوند. الباوند الجنيه استرليني اجابة صحيحة. السؤال الثامن، لاي فنان بتقول الصبوحة شاهين شو جابك على ضيعتنا؟ لأي فنان راحل بتقول الصبوحة شاهين شو جابك على ضيعتنا؟ لو سمحتوا جمهورنا الكريم. وديع الصافي. إجابة صحيحة. 8 أسئلة لليشع، عدد الإجابات الصحيحة 5 إجابات صحيحة لليشع، مع إنه شوي قصر بالأول، يعني وضعك مش عاطل. شو يا يمنى؟ منبلش بالأسئلة؟ فإذا ليشع معه 5 على 10، منروح عند يمنى ومنقلها ليمنى 3 2 1. اوبا بلشنا. سؤال اول، اكملي القول، اللي بده يكذب يا ببعد شهوده يا ببعد اصحابه. ببعد اصحابه. اجابة خاطئة، ببعد شهوده. السؤال الثاني، شو هي عاصمة بلغاريا؟ باس. صوفيا. السؤال الثالث، بأي اغنية جملة احلى من العسل مرك، عبرت الشط لقازم الساهر او قلبي عشقها لراغب علامة؟ قازم. شو الغنية؟ عبرت الشط. اوكي سؤال اجابة صحيحة. سؤال رابع، مين الكاتب اللبناني الكبير صاحب كتاب 70؟ باس. ميخائيل نعيم. السؤال الخامس، على اي محيط يقع شاطئ ميامي الشهير؟
البحر الأبيض المتوسط أو المحيط الأطلسي؟ محيط الأطلسي. إجابة صحيحة. سؤال السادس، مين الموسيقي الكبير اللي كان أطرش؟ رابن. مين؟ بيتهوفن. بيتهوفن إجابة صحيحة، بس الجمهور عم بيردكم لو سمحتوا ما تردوا. سؤال السابع، هاملت هو الاسم الأول لكاتب إنجليزي شهير، صح أم خطأ؟ صح. إجابة خطأ، هو أحدى شخصيات مسرحية شكسبير. سؤال الثامن، بأي سكتش للرحاب لجملة بيقولوا بكتب الهوى اللي بحب ما بينسى؟ سهرة حب أو ليلة أنس؟ ليلة أنس. ليلة أنس إجابة خاطئة، سهرة حب. يمنى، 8 أسئلة، عدد الإجابات الصحيحة يا يمنى 3. 3/10 يا يمنى. ليشا بلش يرتاح، عم بشم ريحة البنزينات. أوكي. فإذن يمنى بتكون استبعدت من المنافسة، ننتقل لعند دانا. دانا عم تعرف الأجوبة؟ ما كتير. ما كتير. جوزيف؟ ممكن. ممكن. تارك لك جوزيف ضببون هيئته. أوكي. نقيون هينين. يلا دانا جاهزة؟ كمان 10 أسئلة بدقيقة 60 ثانية. 3-2-1. أوبا بلشنا. دانا السؤال الأول، مين الكاتب اللبناني اللي حصل مؤخرا على جائزة جونكور الفرنسية عن روايته صخرة طانيوس؟ أمين معلوف أو ميخائيل نعيمة؟ أمين معلوف. إجابة صحيحة. السؤال الثاني، بأي أغنية جملة وصلني على الصنايع؟ لو سمحت الكريم. ألو بيروت. إذا بعد مرة بجمع إجابة رح نحسبها غلط. ألو بيروت إجابة صحيحة، بس إذا بتعطوها جواب رح أقول غلط. السؤال الثالث، أكملي القول، مين جرب المجرب كان عقله مخرب؟ إجابة صحيحة. سؤال رابع، شو هي عاصمة جورجيا، تبليسي أو يريفان؟ إبليسي. تبليسي إجابة صحيحة. السؤال الخامس، بأي بلد تقع كاتدرائية سان باسيل؟ فاس. روسيا. السؤال السادس، لأي لغة بيرجع أصل كلمة دلتا؟ دلتا. أسرع أسرع. مينة؟ الدلتا يونانية، اللغة اليونانية. السؤال السابع، اسم سرحان هو من أسماء السيف، صح أم خطأ؟ خطأ. خطأ، هي من أسماء الأسد. بأي ساحة انقطعت سيارة فيروز بإحدى مسرحيات الرحابنة؟ انتهى الوقت، في جواب أو لا؟ لا. ميس الريم طبعا، مسرحية معروفة. 8 أسئلة، عدد الإجابات الصحيحة 5. صح، يعني بتتعادل انت وليشا اذا بقيتوا على الخمسة. اذا جوزيف ما جاب اكثر بنعمل بيناتكم تحدي سؤال بسؤال. اوكي جوزيف، شو الوضع يا جوزيف؟ مدامتك عم بتتابع، بدها السيارة، جيب لي السيارة يا زوزو. مزبوط، وين المدام؟ لك وين جيب لي السيارة يا زوزو؟ في خير الله. اوكي جوزيف جاهز؟ جاهز. كمان 60 ثانية، 10 اسئلة، عدن اعطيها من عندك. اوبا بلشنا جوزيف. سؤال اول، مين كتب ولحن اغنية سهرنا يا ابو الاحباب؟ سهرنا يا ابو الاحباب، زياد الرحباني او زياد بطرس؟ زياد بطرس. اجابة خاطئة، زياد الرحباني. السؤال الثاني، اكمل القول، ان الطيور على اشكالها تقع. اجابة صحيحة. السؤال الثالث، شو هي عاصمة السنغال، داكار او جوهانسبورغ؟ جوهانسبورغ. اجابة خاطئة، داكار. السؤال الرابع، مين غنى طلو طلو الصيادي؟ طلو طلو الصيادي نصر شمس الدين. إجابة صحيحة، نصر شمس الدين. سؤال خامس، بأي بلد تقع مدينة القيروان؟ ما في احتمال. ما في احتمال. باس. باس. سؤال السادس، بأي قارة تقع روسيا؟ أوروبا. أوروبا، هي جزء بأوروبا جزء ب آسيا. آسيا إجابة صحيحة. السؤال السابع، بأي محيط يقع مثلث برمودا؟ أطلنطي. الأطلسي. الأطلسي إجابة صحيحة. السؤال الثامن، بأي مسرحية لفيروز تنحبس 15 سنة وبتطلع بريئة، لولو أو سوسو؟ لولو. لولو إجابة صحيحة. السؤال التاسع، أخذ نهر العاصي اسمه من ناسك اسمه عاصي كان يعيش على ضفافه، صح أم خطأ؟ صح. خطأ. خطأ، لأنه يلا. إجابة خاطئة، سمي العاصي لأنه بيتجه من الجنوب للشمال بعكس بقية الأنهار. 9 أسئلة لجوزيف، 5 إجابات صحيحة. شو بدنا نعمل هلا؟ 5 إجابات صحيحة. أول شيء يمنى، أنت مستبعد من الأسئلة. رح نعمل أسئلة إضافية، سؤال سؤال سؤال. أوكي؟ رح نبلش من عند ليشا. السؤال الأول بيقول لك يا ليشا،
فنانة مصرية إيطالية اسمها الأصلي يولاندا كريستينا جيغليوتي. مين هي؟ نحن بنسحب السؤال لأنه ردوك، نعتبره مش سؤال. إذا حدا بيجاوبك من الجمهور رح يكون الجواب لك غلط، يعني الجمهور لو سمحتوا إذا بتعطوه إجابة صحيحة ليشع يستبعد من المنافسة. نبقى مع ليشع وسؤال جديد. تعتبر جبيل من أقدم المدن المسكونة بالعالم، صح أم خطأ؟ صح، إجابة صحيحة لليشع، بضل بالمنافسة. دانا جاهزة يا دانا؟ سؤال بيقول لك: ينبع نهر البردوني من بلدة قاع الريم ويصب في نهر الليطاني، صح أم خطأ؟ خطأ، هي صح. صح، هو مزبوط، نهر البردوني من بلدة قاع الريم ويصب في نهر الليطاني، إجابة صحيحة. دانا كمان بتستبعد من المنافسة. بيبقى سؤال لجوزيف، إذا أعطى إجابة صحيحة نرجع أنت تتنافس أنت وليشع. سؤال بيقول لك يا جوزيف: تعتبر مدينة صور أكبر مدينة بمحافظة الجنوب، صح أم خطأ؟ جوزيف جواب. صح، إجابة خاطئة، هي الصيدا الأكبر. لا، لأنه هي بنت جبال. لا، هيدا هي بمحافظة الجنوب. على كل جوزيف كمان بيستبعد. ليشع بينضم طبعا لعمار ولخالد، ثلاث شباب من جيل الشباب، واحد بيناته رح يربح سيارة، واحد رح يربح ATV. ليشع بنقول لك مبروك لك الانتقال. شو محمد؟ معقول تفل بسيارة؟ اكيد معقول. اوكي، اهلا وسهلا فيك ليشع، تنضم للشباب. اما يمنى ودانا وجوزيف، اول شيء كل واحد بيناتكم اكيد له مغلفات، دعوات على العشاء وجيم وما جيم من اتلانتس هيلث كلاب، كمان مبروك لك. وايضا ثلاث ساعات مقدمين من مجوهرات هيمو، يمنى ودانا وجوزيف. بدك السيارة جاب لك ساعة. اوكي، ايضا بارفان لثلاثتكم كمان، مدام يمنى اهلا وسهلا، دانا وجوزيف كمان اهلا وسهلا فيكم، وشكرا لحضوركم وينعاد عليكم. اهلا وسهلا فيكم. فاذا مشاهدينا بعد البريك اكيد رح يكون معنا الفنان انور الامير، واكيد رح نكون مع المنافسة بين عمار من صيدا، خالد من البقاع، وليشع من الشمال. يعني جمعنا جنوب والبقاع والشمال، واحد بيناتهم ضمن السيارة، واحد بيناتهم ضمن الاتي في، واحد بيناتهم ضمن هالساعة كمان يلي بيستلمها مباشرة من مجوهرات انتوني بونجا قيمتها 2800 دولار. فاذا هودي الجوائز رح يكونوا من نصيب ثلاث اشخاص الموجودين هون. عم بيقولوا لي شيء بدينتي قبل ما نطلع بريك. ايضا الاتي في رح تتقدم من وكيل الاتي في، شركة سريدار جروب رح يكون معنا ويسلم الاتي في. السيارة المفتاح انا بسلمه اياها، والساعة كمان بيستلمها مباشرة كمان على المسرح. ايضا بذكركم ان الحلقة تبث عبر الفيسبوك بيج الخاصة بتلفزيون مستقبل، وايضا كل اللي حابين يشوفوا اشياء كمان على الانستغرام الخاص فيه misho.show misho.show. بريك ونرجع لكم، مين رح يربح السيارة بعد البريك؟ خليكم معنا. بالعودة للجزء الأخير من حلقتنا اليوم، وهي الحلقة الأخيرة من نازلين على الساحة. طبعا مثل ما شفتوا مشاهدينا، حلقة كانت مخصصة للجمهور الكريم الموجود معنا بساحة النجمة، وسحبنا من كل المحافظات شخصين شخصين شخصين، وتنافسوا لوصل معنا على الفينال ثلاث أشخاص: ليشع من الشمال من عكار، خالد من البقاع، وعمار من الجنوب من صيدا. واحد بيناتهم أكيد رح يربح سيارة، واحد بيناتهم اكيد رح يربح ATV، واحد بيناتهم اكيد رح يربح معنا ساعة مقدمة من انتوني بونجا. طبعا قبل ما نكون مع الاسئلة، بدي اقول انه هيدا مفتاح السيارة، وهي رونو داستر موديل 2019 الموجودة معنا بساحة النجمة. رح نسلموا المفتاح من شركة بسول وحنيني مباشرة، تستلموها كمان. واحد بيناتكم رح ياخد هيدي السيارة يرجع فيها على البيت، بس لا بدي يسجلها يعني. اوكي، وطبعا شخص ثاني رح ياخد مفتاح الاتي في الموجودة معنا بساحة النجمة، مقدمة من سريدار جروب. وبيسعدنا ايضا نستضيف السيد بلال سريدار، صاحب سريدار جروب. بنقول لك ينعاد عليك واهلا وسهلا فيك، وشكرا لمشاركتك معنا وتقديم الاتي في.
ميشو أول شيء مسي على هالمقابلة الحلوة. أهلا وسهلا. ونحب نعايدكم كلياتكم بالشهر الفضيل وهالأعياد المجيدة لحد جال كان إن شاء الله تكون أعياد مجيدة على كل اللبنانيين. أكيد. بلال واحد من هالشباب الثلاثة اللي قدامك رح يربح ATV. مين أكثر شيء حسوا بتلبق له ATV؟ يعني أنا إن جيت لألي بدي أعطيهم يوم كلهم. ليك ما بيقولوا لا. أوكي. واحد بيناتهم حيربح الATV. هلأ بنشوف كيف شعورهم وشو حسين. بس خبرنا شوي أكتر على الATV. يعني شو بتنصحهم هلأ اللي بدو يربح؟ في ناس بيقولوا إنه منا كتير سيف. شو السيفتي تبعها؟ شو الجروبات اللي بتعملوها كمان؟ بعرف إنه بتعملوا عندكم رود تيم بيروحوا بيبرموا يعني بيعرفوا العالم أكتر على الATV. خبرنا شوي هيك بمختصر عن شركة سريدار. شو بتقدم وشو السيفتي تبع الATV؟ شو حسناتها؟ شو سلبياتها؟ أول شيء حأعرفكم على هي شركة سريدار موتورز. نحن صرنا بدومين الATV بحدود 15 سنة. هاي الشركة نعمل تخصوصي كرمال كل شيء ATV، كل شيء مختص بالATV وبالأوفرود. تعرف ميشو لبنان برد كتير سياحة ومناطق بتساعد للATV وفي مناطق ما بتقدر توصل فيهم بالسيارة يعني 100% بالATV بتقدر توصل. في أشخاص كتير بحبوا يستكشفوا لبنان بطريقة تانية. نحن عم نخلي هالعالم كلياتها تطلع بالATV سريدار موتورز جروب تستكشف المناطق الجديدة اللي ما حدا بيقدر يشوفها بالسيارات. يعني انا مني وعلي انه اول مره في محلات بشوفها ما بقول انه هيدي مناطق بلبنان. انا بناشد وزير السياحه وال هلا ان شاء الله الجديد يعني الجديد ان شاء الله كمان ان شاء الله الحكومه الجديده بتبصر النور قريبا ما تطول كثير. صح يخصص لنا هيك بوش صغيره للATV لحتى يستكشف. الATV هي مشو هي عباره عن دراجه ناريه اربع دواليب. هي سيف كثير وهلا القانون الجديد اللبناني صارت هي مسموحه تمشي بلبنان اكيد وفق الشروط السلامه العامه. أكيد. اول شيء الفول بروتكشن والسيفتي كلها لازم يحط الواحد كاسك هو عم بسوق او مش صحيح دولي. اهم شيء الكاسك الهلمة هي يعني. هي الهلمة هي كثير مهمه للATV وعندك الفول جير بروتكشن اذا كنت بدك تعمل اكستريم اوف رود لازم تلبس الفول جير بروتكشن لحتى تكون سيف وتقدر تطلع وتجي بكل راحه. المناطق اللي عم نكتشفها في امرار عم بيكون بالثلج امرار عم بيكون بالنهر امرار عم بيكون محلات مقطوعه عن الارسال. عم نطلع بحدود 300 كيلومتر تطلعوا جروبات كم ATV بتكونوا سوا؟ عم نطلع بحدود ال 50 60 ATV بحدود 100 120 شخص حلو. عم نكون الجو كثير حلو جروب كثير حلو بنتأمل العالم كلياتها تجي لعنا على الشركة تتعرف على الشركة وبنقوا الATV بدهم اياهم اكيد وبيقدروا يكونوا يصيروا ممبر بهالشركة ويشوفوا لبنان بطريقة تانية. طبعا سريدار جروب بدنا نقول بفرع فرعيه كورنيش المزرعة كورنيش ويسوع الملك. بتمنى لكم دائما التوفيق وجود لك ومرة جديدة بنتشكر ثقتك بالبرنامج انه قدمت ATV لواحد من الشباب اليوم بده يربحوها. ميرسي لكم. اوكي وشكر طبعا لشركة بسول الوحنيني الوكيل لشركة رونو اللي عم بقدم لها سيارة رونو ولا أنتوني بونجا للساعات والمجوهرات الفاخرة. بلال رح تقدرنا هلأ يلا. بعد شوي بنرجع بنشوفك لتسلم الATV دغري مباشرة على الهواء. أوكي. أوكي. شكرا لسريدار السيد بلال سريدار صاحب شركة سريدار جروب أهلا وسهلا فيك وشكرا لحضورك معنا. فإذا هلأ ليشع وخالد وعمار خبرونا كيف معنوياتكم جيتوا لهون كيف جيت عمار من صيدا؟ جينا بسيارة. انت عم بتسوق ولا لا؟ لا. انت معك سيارة او لا؟ لا ما معك سيارة. قد ايه العمر؟ 27. 27 سنة. تصور انت وقطفل السيارة قد ايه حلوة. ايه؟ ما هالصيفية كنت حجيب سيارة. هالصيفية كنت حجيب سيارة بركي بتجيك كادو لنشوف هلا. اوكي. خالد معنوياتك كيف؟ عندك سيارة او لا؟ عندي سيارة. خلص ربحت الساعة بقيت السيارة بين ال سيارة تانية بتشكي من شيء صح؟ قلت لي انت وخطيبتك. من كم يوم عملنا حادث. كمان الحمد لله على السلامة قوي ولا؟ قوي؟ هلا بالتصنيع عن السيارة؟ الحمد لله على السلامة يلا بركي بتربح سيارة كمان وليشع معنويات منيحة معنويات منيحة في سيارة ولا ما في؟ في سيارة في سيارة واحدة تانية ما بتشكي من شيء بتشكي أو ATV ما في مشكلة ATV كمان مش غلط. ما قلتوا لي شو بتعملوا عمار شو بتشتغل؟ استاذ مات استاذ مات راسين كاري دو بوتنسيال عم بمسح اوكي استاذ مات وخالد مهندس بأوجيرو مهندس بأوجيرو و ويب دايركتور ويب دايركتور اهلا وسهلا بالشباب مين عباله يبلش هلا لانه في كل واحد عنده 10 اسئله على دقيقه مثل هذيك الساعه بدي اطلب رجاء خاص من الجمهور يا جماعه في سياره بدها ما حلو يعني تعطوا اجابه خاطئه لواحد بيناتهم او تساعدوا واحد والثاني ينظلم فرجاء خاص جربوا اضبطوا معلوماتكم ضبوها معكم لواحد بيناتهم يربح حدا عباله يبلش او منبلش تدريجيا انتم لانه في بيختلفوا الاسئله عرفتوا
فاذا واحد عباله يبلش بركي حظه يقول انا ببلش، لا منبلش بعمار. فاذا لانه عمار خالد ليشع هيك طلعتوا صح؟ عمار جاهز؟ جاهز. هلا اخر مرحله لالك، معك دقيقه وعشر اسئله. بنقول له لعمار 3 2 1 اوبا بلشنا. عمار السؤال الاول لعمار، لحظه رح نرجع نوقف كرومات لانه انا الاسئله عندي. اوكي كنا مقيدين على هيدي شيء ثاني. عمار عم تقلك باعصابك. صار عمار عم ياخذ نفس وكذا. رجعنا، يلا جاهز عمار؟ جاهز. 3 2 1 اوبا بلشنا. السؤال الاول، مين غنى اسمع يا رضا؟ جوزيف صقر او جوزيف عزار؟ جوزيف عزار. اجابة خاطئة، جوزيف صقر. السؤال الثاني، شو هي عاصمة المكسيك؟ لو سمحتوا جمهور، لو سمحتوا، المكسيك في جواب او لا؟ بكين. ما سمعت؟ بكين. لا بكين الصين، مكسيكو سيتي. السؤال الثالث، اكمل القول، الرزق السايب. لا الرزق السايب بعلم الناس على السرقة. بعلم الناس شو السرقة تعتبر؟ حرام. حرام، إجابة صحيحة. سؤال الرابع، مين الكاتب اللبناني الكبير صاحب كتاب الأجنحة المتكسرة؟ الخليل النعيمي. خطأ، جبران خليل جبران. سؤال خامس، أي بحرين يصلهما مضيق جبل طارق؟ يلا عمار في جواب أو لا؟ البحر الأحمر. إجابة خاطئة. سؤال السادس، آخر معركة خاضها نابليون بونابرت هي معركة واترلو، صح أم خطأ؟ صح. صح، إجابة صحيحة. السؤال السابع، مين أول شعب عرف السيرك؟ باليابان. إجابة خاطئة، الرومان. السؤال الثامن، انتهى الوقت. 7 أسئلة، بتصور إجابتين صح؟ 7 أسئلة إجابتين صح لعمار. توترت إيه؟ اوكي يمكن تربح باثنين، ما حدا بيعرف. لنشوف هلا الشباب، خالد وليشع. خالد كنت بتعرف الاسئله؟ على الميكرو لو سمحت. شوي منهم، شوي منهم اكثر يعني من عمار، لو اجوك كنت انت جبت اكثر من 2. اوكي خالد لنشوف اذا رح يربح هو السياره او لا. جاهز؟ جاهز. خالد 3 2 1 اوبا، باي اغنيه جمله طل الفجر وقال حلوة ويا نيالا لزكي نصيف او مغرورة لوائل كفوري؟ لا زكي نصيف. زكي نصيف اجابة صحيحة. السؤال الثاني، شو هي عاصمة كينيا؟ باس. باس. سؤال نيروبي. السؤال الثالث، اكمل القول، الحق الكذاب. عباب الدار. اجابة صحيحة. السؤال الرابع، شاعر لبناني كتب كلمات اغنية امي يا ملاكي للسيدة فيروز، سعيد عقل او رفيق حبيقة؟ سعيد عقل. اجابة صحيحة. السؤال الخامس، باي مدينة اوروبية يقع متحف ديل برادو؟ باس. بأي مدينة؟ باس. باس بمدريد. السؤال السادس، مين هو مكتشف أمريكا؟ لو سمحتوا كريستوفر كولومبوس. إجابة صحيحة. السؤال السابع، أي عضو بالجسم يفرز الأنسولين؟ كبد. خطأ، البنكرياس. السؤال الثامن، بأي مسرحية للرحابنة بيجوا نواطير التلج؟ باس. بياع الخواتم. السؤال التاسع، الفنانة المصرية نجاة الصغيرة من أصول سورية، صح أم خطأ؟ صح. صح، إجابة صحيحة. السؤال العاشر، تم افتتاح مغارة جعيتا العليا عام 1969، صح أم خطأ؟ غلط. غلط، إجابة صحيحة، يعني غلط. 10 أسئلة، أول مرة بنوصل لعشر أسئلة مع خالد، الأعصاب مشدودة. إجابات صحيحة 5. 5 إجابات صحيحة. 6. لا على اي عضو بالجسم يفرز الانسولين؟ قلت الكبد، هو البنكرياس. هيدي اعتبرناها خطا بس لنكون واضحين. 5 على 10. عمار باي باي السياره، ممكن تربح الاتي في وممكن تربح الساعه حسب ليشع شو بده يعمل. على فكره ليشع اول ما طلع قال لي انا حظي بالمره ووصل. صور واحد حظه بالمره يربح سياره، بده يغير برمه الدنيا. ايه برمه الدنيا. برمه الدنيا. برمه الدنيا معك ليش. جاهز؟ جاهز. الأسئلة اللي عم بسألهم كانت لخالد وعمار. وسط. وسط. بحس الأتي في يمكن. يلا لنشوف مين رح يربح السيارة. خالد لحد هلا هو الفائز بالسيارة. هل ليش رح يقشطوا إياها أو لا؟ ما بنعرف. خالد قلت لي مين معك؟ خطيبتك؟ صارت. وينها؟ صاحبتك؟ صديقتك؟ أوكي، الصديقة هون عم بتشجعيه. ماشي الحال، لنشوف. وليش قلت لي مين معك؟ كمان. وين؟ شريف.
الشريك اه شريك واحد مسميها صديقته واحد مسميها الشريك بعد ما خطبنا طيب ايه لا الشريك اوكي هلا بالسياره هلا بتخطب بالسياره ليشع 10 اسئله بدقيقه واحده بنقول له 3 2 1 اوفا السؤال الاول شو هي عاصمه جيبوتي جيبوتي او طشقند جيبوتي اجابه صحيحه السؤال الثاني اكمل القول ضارب حاله حجر تقيل صح حجر كبير او تقيل اجابه صحيحه السؤال الثالث شو هي عمله اليابان شو بيستعملوا باليابان العمله لو باس. سمحتوا الجمهور جمهور باس الين الياباني السؤال الرابع على اي البلاد اطلق لقب جوهره الامبراطوريه البريطانيه الهند او جزر الفوكلند جزر الفوكلند اجابه خاطئه الهند من القائل الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم هيني الجمهور لو سمحتوا الخيل المتنبي المتنبي اجابه صحيحه السؤال السادس شو هي عاصمه باكستان باس اسلام اباد مين غنى مالي شغل بالسوق الهام المدفعي او كاظم الساهر الهام المدفعي اجابه صحيحه اكمل القول من شب على خلق لا جمهورنا في سياره بدها باس شاب عليه السؤال التاسع مين الكاتبه الجزائريه صاحبه كتاب ذاكره الجسد احلام مستغنمي او احلام الاماراتيه الامبراطوريه مين هي الامبراطوريه لا يا ليشا اجابه خاطئه هي احلام مستغنمي تسع اسئله عدد الاجابات الصحيحه يا ليشا 4 اجابات صحيحة والفائز معنا خالد خالد اهلا وسهلا فيك خالد ذكرني بالعيلة ياسين هلا طلع صوته مرتاح صار خالد ياسين من البقاع من وين من البقاع تحديدا من المرج من مرج من المرج اهلا وسهلا فيك يا خالد خالد هو الفائز معنا بسيارة رينو داستر اللي كانت موجودة معنا مثل ما شفتوا مشاهدينا كان معنا بوسط ساحة النجمة وبالتصفية وصل للنهائي وتحدى ليشع وعمار عملية كتير فيها مصداقية واضحة قدام الكل خالد ربحان شي مرة قبل شي هيك كبير لا اكيد لا اول مرة بنقول لك الف مبروك لك وينعاد عليك اكيد هيدا مفتاح السيارة مفتاح رينو داستر لك وين عم بتشوفك انت على الشاشة بنقول لك مبروك وصديقته لك الابتسامة خطيبتي هلا خطبت ولا؟ لا انور انور اهلا وسهلا بانور انور ربح خالد السيارة الف مبروك والخطيبة بنقول لك مبروك كمان لك واهلا وسهلا فيك كمان شو شعورك هلا على خطيبك ربح السيارة؟ اطلعي لعنا على المسرح اطلعي تفضلي خلينا ليشع كمان تفضل لعنا ليشع بنقول لك مبروك لك تربح معنا كمان اتيفي بقدم لك اياها السيد بلال سريدار انت من الاول بدك الاتيفي اوكي على الميكرو ايه اكيد شعورك كيف ربحان تمام وبعكار عندك في مناطق بتطلع فيهم اوه بجننوا فوق تمام بس بده ينتبه سيفتي عكار بلد الافرود ايه بس بلال اكيد بدك تنبههم على السيفتي على الطاسه وعلى كل شيء لانه مرات بصير حوادث للاسف فبدك تتجنبها وتسوق على مهلك اوكي أكيد. مبروك يا بلال عمار تفضل لعنا كمان عمار كمان بنقول لك مبروك لك انتوني بونجا بيقدم لك ساعه قيمه قيمتها 2800 دولار طبعا عندك خيار اذا عبالك تغيرها بنفس السعر كمان في خيار تشوف كمان تشكيله منهم اوكي بس انا شايفها ساعه حلوه اذا بدك ببدلها انا وياك مبروك لك عمار هيدي كمان الساعه لك ينعاد عليك عمار خالد صار بدنا زفان شو حاسس الخطيبه وصلت خطيبه اهلا وسهلا فيكي مبروك كمان نتعرف عليها نانسي عسكر نانسي كيف الخطيب بهالايام راضي عنه قبل السياره اكيد اوكي هيدا الرضا جاب السياره الرضا بلشت من هلا اللي الرضا جاب السياره الف مبروك لكم والله يوفقكم وان شاء الله كمان بالافراح دائما ليشع كمان اهلا وسهلا فيك تيك كير انتبه بالسواقه سيد بلال سريدار بنتشكر كمان حضورك معنا بنتشكر شركة بسول وحنينة كمان اللي قدمت لنا سيارة رينو انتوني مونجا اللي قدم لنا طبعا الساعة وبنتشكر كل يلي قدموا سبونسرز والجوائز طيلة شهر رمضان المبارك انور الامير رح يبقوا معنا الشباب بس تكنا ختمنا انور ختاما شو بتحب تقول للجمهور
كيف بتحب تعيدهم قبل ما نسمع منك ختام الحلقة؟ أول شيء بدون ألف مبروك للرابحين، إن شاء الله بتتهنوا. بدي أقول لكل اللي عم يشوفونا هون وكل اللي عم يسمعونا، كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله يا رب نكون عم نقدر هيك نزرع البسمة وتكونوا مبسوطين معنا أنا وميشو. حبيب القلب أنوار، وبتمنى لك التوفيق بعيد الفطر وبكل أعمالك. أكيد ختامة رح نسمع منك، أنا بقول مرة جديدة مبروك للشباب، بقول مبروك لكل اللي ربحوا معنا طيلة شهر رمضان المبارك. شكرا من القلب، خلوني لأنه عم بختم هلا، بدي أشكر من القلب أول شيء كل الجمهور اللي لبى الدعوة على مدار 29 ليلة من القلب من كل المحافظات، شكرا لكم. بتشكر فريق العمل تلفزيون المستقبل، منتشكر إتس إيفنت، طبعا فريق عمل تلفزيون مستقبل، مصورين، تقنيين، كهرباء، شفرية، أمن، المخرج علي السموري، حبيب القلب، نتالي، برنادات، نسرين، ميرا، عارف، بلال العرب، حبيب القلب كمان. قالوا لي بعد مين في عنا أسماء، ما أنسى الكل، وسام، سامي، بن جاكي، بدي أقول ثانك يو لرنا طالب، عدنان، بشكر عدنان، بشكر عدنان. بدي أقول من القلب يعني كنا عائلة وحدة طيلة الشهر، في كتير أشخاص شفتهم على مدار الشهر كانوا موجودين، عائلات اللي إجونا مغتربين من أمريكا من دول عربية، نتشكر حضوركم. مارسيلينو نتشكرك كمان دايما للكادويات اللي بتعطيها للضيوف اللي عنا، نتشكر إتس إيفنت. تحية لشباب الجيش اللبناني، ألف شكر لكم، أول شيء يعني ضباط وجيش وأحمد وعلي والشباب والياس، ولأنه بعرفهم تعرفنا عليهم كلهم، بقلكم يعطيكم ألف عافية أول شيء، وقفتوا دايما إلى جنبنا. جيش اللبناني كنتوا معنا أول شيء، دايما أنتوا معنا على الحدود اللبنانية وبالداخل اللبناني، وأيضا هون سرية مجلس النواب بنوجه لهم تحية كتير كبيرة. قوى الأمن الداخلي، الدفاع المدني، الصليب الأحمر يلي موجود معنا كمان بوسط بيروت، شكر لإتس إيفنتس. بنشكر أستاذ محمد طبعا الخطاط اللي كتب لكل ضيوفنا، معلي عم باخد وقت بس يعني النهاية. للفرقة الموسيقية اللي كانوا معنا شادي والشباب، والفرقة الموسيقية اللي كانوا معنا كمان وقت اللي يكون معنا ضيوف توفيق وفرقة الموسيقية كمان في حدا بعد واحدة للسموري، شكل لعلي السموري، هيدي بدك كلوز أكثر. شباب الصوت كمان، جمهورنا من طرابلس على روسي، من الجنوب، من البقاع، من جبل لبنان، من بيروت، أهلا وسهلا فيكم دايما. هيدي الإضاءة أكيد الإضاءة توتو والعتانة والشباب كلهم أكيد بالوجه لهم. أبو ديسي حبيب القلب، مين بعد في عنا؟ المصري الغالي وسام، السموري، عاصي، الدرزي، الدغيلي، الجردلي، اوعى توقع جردلي، في حلقة كنا عم نصورها وقع الجردلي، يا جردلي الحمد لله على السلامة. مين بعد في عنا؟ الجباعي، أهلا وسهلا بالشباب، كل الرواد المطاعم والمقاهي، نتشكر كمان إدارة المطاعم والمقاهي اللي كمان أو قلبهم وفتحوا. مين؟ هلال، نتشكر هلال، عدنان شارك في الإعداد، عدنان. نتشكر الكل طبعا، يعطيكم ألف عافية. أبو الميش ميشال سمية المصور يلي رفقنا طيلة الشهر. لهون بنكون وصلنا لختام حلقاتنا، باقي ساحة النجمة أكيد بتستقبل، والسبت رح يكون أنور موجود هون كمان، أوكي بي إتس إيفنتس، أوكي نهار السبت، أنا السبت رح كون بمرجب عقلين بمهرجان صندوق الدنيا لمؤسسة إناث أبو عياش، بنشوفك فوق، أهلا وسهلا فيك، يعني بودعكم على أمل التقى فيكم قريبا، أوكي على الشاشات التلفزيونية. تحية للصغار والكبار، بعد في حدا بدل ودعه الجميع، الى اللقاء. اللي ربحوا معنا مبروك لكم، السياره كنا عم نمزح معك، لا اوكي خالد اهلا وسهلا فيكم، ثانك يو لحضوركم. رح نترك الساحه لانوار، زقفي لميشو، زقفي لميشو، الله يخليك، ينعاد عليكم جميعا، وبدنا نولعها هلا مع الفنان ارمن وامير، ثانك يو.
علينا سياجه وهالبيت العمران شعشع على سراجه وسيشنا لبنان وعلينا سياجه وهالبيت العمران وشعشع على سراجه وما ضل في غيبي بالجو راح العتم وضل الصم ما ضل في غيبي بالجو راح العتم وضل الصم هالخيل الكل نوم راحت هدية أمواجه وسيشنا لبنان وعلينا سياجه وهالبيت العمران لك يلا يلا لعيون بيروت والعالم ادمع مين الشاب حد يبعدني عنك لك لا عمامي ولا هالي من هون احلى فرجة ولك لعيونك يا بنت اجي لك وينن وينن أهل الجنوب وين الجنوب وين يلا يا عزت أحلى عزت والعين لحظة لجنوب 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 لك أنا بتصياد الفرة أنا بتصياد الفرة لك لجل عيونك يا برة أنا والله بكل توت لك أنا لك أحلى صبايا من بيروت أحلى فل أحلى عزة وضح بدي غني أجمل الأغاني لك العيون الجيش اللبناني لك يا شدو 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 What?
التزت اخدوها لوت قالوا هي شردت لحالها يابا يابا له يابا يابا له يابا من شردني الغزاله سالت الزت سالوها لوت زقفه كتير كبيره لهالكيف الرايح يا ويلي بدنا نولعها كل سوا وين السموري السموري علي السموري جنو ما رح أقبل مش رح أقبل غير هيك جنو نطو جنو نطو جنو نطو جنو نطو 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 نطو